هم احنا محتاجين الى مدربين يرفعون من 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 عقليه اللاعبين عندنا وعقليه المدربين عندنا، ومحتاجين الى محترفين يرفعون من عقليه اللاعبين عندنا. ما فكروا بيوم من الايام يجيبون محترفين اداريين يرفعون من عقليتهم؟ شلون يعني لازم الاداره عندنا تكون محترفه بدال الاداره. يعني تجيب لي واحد من جنسيه ثانيه عشان يصير مدير على منتخب ولا يصير رئيس الاتحاد؟ ليش ما يصير؟ لا يخطط لي الاتحاد، يعلمك شلون تدير الامور في الاتحاد. ما يصير اليوم انا منتخب سعودي يجيش المباراه مبين منتخب سعودي خايف ان يستقبل نتيجه كبيره ويقسو عليه الاعلام مره ثانيه، ويقسو عليه اكبر هرم في الرياضه السعوديه، ثاني اكبر هرم في الرياضه السعوديه دكتور عادل عزت قسى على لاعبين بشكل مباشر وتم انتقاده من الاعلامي بتال غوص. قال انت اليوم لازم تكون شجاع، لازم تتكلم ان احنا كلنا نتحمل مسؤوليه مو بس اللاعبين. اذا الموضوع اليوم مو بس فني، اليوم كره قدم صناعه، كره قدم مال، كره قدم فيها جزء اداري وجزء فني وفي لاعبين. اذا الاداري هذا المثلث هذا اذا انكسر فيه ضلع مستحيل تنجح. اذا الاداره اليوم سيئه صعب اني انا انجح. اليوم خلينا نتكلم عن المنتخب السعودي، منو سبب في اقاله مارفك؟ منو سبب في اقاله مدرب اهل منتخب مع كامل احترامي الى اقل جيل تاهل لكاس العالم؟ هذا اقل جيل موهبه تاهل مارفك. ابو عبد الله كانك تقصد ان تركي ال شيخ وعادل عزت هو المسؤول طبعا عن الاداء اللي قاعد يشوفه. طبعا اذا في السعوديه الاعلام السعودي يخاف انه يقول الكلام، احنا نقول الكلام، احنا عندنا شجاعه نقول الكلام. منو اقال مارفك؟ مو الاتحاد السعودي؟ منو اللي بعث اللاعبين افضل ثلاث مواهب في المنتخب واللي كان لهم تاثير كبير في المنتخب الى اسبانيا بدون دراسه وبدون موافقه الانديه وبدون موافقه حتى المدربين؟ حتى شفنا هالشيء على ارض الواقع، ست اشهر لاعبين سعوديين او افضل لاعبين سعوديين نجوم منتخب لم يلعبوا اي دقيقه ما عدا يمكن سالم الدوسري في اخر مباراه وفهد المولد. يعني احنا نتكلم على 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 لاعبين، واليوم كابتن سلمان مدرب وانا اليوم مدرب، محمد كان لاعب وكابتن نايف كان لاعب، يدرون ان لياقه ان انا احتك باللاعبين بالتمرين ممكن هذا بالمعسكر.